السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ بصوا، ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر ابسط لكم فكرة ليسون 5. هو بيتكلم على اول حاجة جهاز اسمه الميركري بارومتر، اسمه الميركري بارومتر. الجهاز ده باختصار جدا الايديا بتاعته قايم عليه، فاكرين معايا في اليو شيب تيوب او كونكتد فيزلز؟ لو عندك كونتينر كده فيه كله ليكويد، خلاص، فاكرين لما تقول البوينت دي ولو هسميها 1 والبوينت دي 2 والبوينت دي 3 كلهم هم التلاتة في السيم ليكويد وفي السيم هوريزونتال بلين، يبقى ذيرفور البي 1 ايكوال بي 2 ايكوال بي 3، يعني البريشر ات بوينت 1 ايكوال بريشر ات بوينت 2 ايكوال بريشر ات بوينت 3. كلام جميل جدا. يبقى all point in the same horizontal plane in homogeneous liquid is the same. دي القاعدة على فكرة بتاعت الميركري بارومتر. طب تمام، طب الفانكشن بتاعته او اليوزز بتاعته، الفانكشن باختصار جدا ازاي يحدد الفاليو بتاعت البي اي؟ مين البي اي يا مستر؟ دي الاتموسفيريك بريشر، دي الاتموسفيريك بريشر. اللي انا عاوزين دلوقتي نعرف ان ازاي البي اي equal 1.013 by 10 power 5 نيوتن بير متر سكوير، اور هناخد بقى يونت جديده بقى اسمها الباسكال. يعني اليونت نيوتن بير متر سكوير هي ايكوفالنت لمين؟ للباسكال. دي اليوزز بتاعته فانكشن، وليه يوزز ثانيه مهمه جدا هنعرفها بعد ما اخد الاستراكشر بتاعه. ايه رايك الاستراكشر؟ بصوا شباب، الميركري بارامتر استراكشر بتاعه يعني هي تعتبر اكسبيرمنت مش جهاز مخصص دي. اللي هي ازاي؟ هتجيب لي تانك كده وجيب لي تيوب يونيفورم تيوب. طب وبعدين ايه المواصفات بتاعتك؟ ان التيوب دي لازم يبقى اللينث بتاعها 1 متر. طب والتانك ده؟ لا، ملوش دايمنشن عادي. طب اللي بعد كده الشرط اللي عندك ان انت تعبي لي التانك ده كله بالميركري، تمام، اتش جي. طب والتيوب هتسيبها فاضيه؟ لا، تعبيها لي كلها بالميركري، يعني كل التيوب دي filled completely with mercury. اوكي، طب الخطوه اللي يعني انت عندك دلوقتي اتنين فيجر مختلفين، يعني عندك تيوب وعندك تانك والاتنين لازم يبقوا فيهم mercury. طب ماشي، ايه اللي هيحصل؟ بص بقى يا شباب، هنجيب التانك كده عادي جدا، خلاص، كله filled with مين؟ with mercury. طب تمام، لو خدت بالك البوينت دي مثلا equal البوينت دي، دي مثلا هسميها 1 ودي مثلا هسميها 2، مين البوينت، مين البريشر اللي بيضغط عند بوينت 1؟ البي اير. طب مين البريشر اللي بيضغط عند بوينت 2؟ برضك البي اير، ما اختلفتش معاك. طب يعني البريشر ات بوينت 1 ايكوال البي اير والبريشر ات بوينت 2 ايكوال برضك البي اير. الخطوه اللي بعد كده، هات لي التيوب اللي انت مليها كلها بالمركري، كلها اتش جي، كلها مليانه بالمركري، واعملها انفرتد، اقلبها، يعني هاتها لي كده، اقلب لي اليوتيوب التيوب كلها كده. طب لما تيجي تقلبها كلها، خلي بالك ان انت كنت كلها مليها بالميركري، لما تيجي تقلبها بصوا الليفل بتاع الميركري مش هيفضل جوه 1 متر، يعني ايه؟ وهي طولها 1 متر كان كلها مليانه بالميركري، يعني طول الميركري جوه هو 1 متر برضه. طب لما تيجي تعملها انفرتد في جزء منها موف داون، هيتحرك لده. طب لما تيجي انت بقى تقيس الليفل بتاع الميركري اللي لسه موجود في اليوتيوب، دي بقى نقطه مهمه جدا معايا، الليفل بتاع الميركري هنا هيبقى، هتيجي تقيسه هتلاقيه 76 سنتيمتر. طب بس هنا اليونت هميزه ازاي؟ هقول سنتيمتر ميركري. طب نفهم بقى شباب، البوينت دي قلنا 1، مين اللي بيضغط عليها؟ البي اير. طب تخيل بقى البوينت دي مين اللي بيضغط عليها؟ دي هسميها بوينت 3، اللي بيضغط عليها الميركري اللي فيها. مين اللي بيضغط عليها؟ الميركري اللي فيها. يعني افهم من كده بوينت 1 وبوينت 3 الاثنين سيم ليفل، تمام، والاثنين في السيم ليكويد، يعني تقدر تقول لي سنس ان البي 1 ايكوال بي 3، تمام جدا، يعني البي 1 ايكوال بي 3. مين البي 1؟ تعالى يبقى سنس ان البي 1 دي ريبريزنت الاتموسفيريك بريشر، يعني دي ايكوال البي اير. طب مين البي 3 اللي انت عايز تجيبها لي؟ دي ايكوال الرو جي اتش بتاعت مين؟ بتاعت الميركري. يعني افهم كده منك، لو انا البي 1
عارفها اللي هي البي اير. طب والبي 3 اللي هي بتاعت الرو جي اتش للميركري، البريشر ده ايكوال البريشر ده. يعني لو قدرت تحسب البي 3 كانك بالظبط قدرت تحسب البي 1. هي مين البي 1 دي؟ دي البي اير. تعال بقى نشوف اقدر ازاي احسب البي 3. خلي بالك انت كده بتوصل معايا للجهاز، يعني للفاليو بتاعت البي اير. هديك الجيفن بتاعت الرو جي اتش بتاعت الميركري. الرو بتاعت الميركري كفاليو قال لك ايكوال 13595 كيلو جرام بير متر كيوب. طب وجي ده الاكسيشن تو جرافيتي اللي ايكوال 9.8 متر بير سكند سكوير. طب والاتش، الاتش اللي هو بتاع مين يا مستر؟ معلش الاتش اللي عندك ده، ده بتاع الهايت بتاع الميركري اللي موجود، بتاع الهايت الميركري الموجود عندك اللي احنا قسناه لانها كام؟ لانها 76 سنتيمتر، يعني ايكوال 76 سنتيمتر ميركري. طب 76 سنتيمتر ميركري انا ما بشتغلش بسنتيمتر، انا بشتغل كله بالمتر، يعني هنا متر كيوب، هنا متر بير سكند، يبقى لازم حضرتك دي تبقى بالمتر. عشان افكرك عشان تحاول كده على جنب كده، من السنتيمتر للمتر بعمل باي 10 باور نيجاتيف 2. طب يعني ده ايكوال 76 باي 10 باور نيجاتيف 2 متر ميركري، اللي هي ايكوال كام يا شباب؟ 0.76 متر ميركري. تمام كده؟ ده كده الهايت بالمتر، وده الاكسيشن دو جرافيتي بالمتر بير سم سكوير، وده الدنسي بتاعت الميركري بالكيلو جرام بير متر كيوب. تعال بقى نعمل دول كلهم ملتبلاي وانت تقدر تحدد معايا الفاليو بتاعتك ازاي. هقول لك سنس ان البي 3 اللي انت كانت معاك لسه من ورقه اهو، هنتكلم ادي الورقه قدامنا خلاص. البي 3 اللي معانا ايكوال رو بتاعت الميركري في جي الاكسيشن توتوجرافي في الهايت بتاع الميركري اللي احنا حسبناه اللي اتقاس، ايكوال 13595 باي 9.8 باي 0.76. هيطلع كمان شباب الفاليو بتاعت البي اير اللي هي البي بتاعت الميركري ايكوال 1.013 باي 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير. دي بتعتبر من اليوزز بتاعت مين؟ الميركري بارومتر. قدرت تحدد الفاليو بتاعت البي اير على اساس ان هي ايكوال الفاليو بتاعت مين؟ الميركري الموجود هنا. دي من الحاجات المهمه جدا معايا في الموضوع ده. تعال بقى نشوف اليوزز بتاعته، الابلكيشن اللي هو ممكن يعتمد عليه. اليوز بتاعته اللي ممكن ازاي احدد الهايت اوف ماونتن ازاي؟ يا ريت نفهمها بس في الحته دي. ايرك لو عندك هنا ماونتن جبل خلاص، ازاي تقدر تقيس الهايت بتاع الماونتن ده الاتش دي عن طريق استخدام الميركري بارامتر؟ بصوا بقى الموضوع بسيط جدا. هتجيب البارامتر اللي عندك اللي هو التانك والتيوب اللي عندك وهتستخدمه مرتين. هستخدمه كم مره؟ هنستخدمه مرتين، تو تايمز. مره ات بوتوم اوف ماونتن، وادي هجيب التانك بتاعك وهجيب التيوب. معلش الهايت اللي بتاع الميركري اللي هيبقى موجود في التيوب دي هسميه H1. طب والتاني مرة تانية هستخدم الميركر بارمتر at top of mount فوق خالص كده، واجيب التانك كده والتيوب وهسميه الهايت بتاعها هنا هسميها H2. طب من هنا خلي بالكوا في نقطة بقى مهمة جدا شباب، هو الهايت بتاع الماونتين ده مش هو هو نفس الهايت بتاع الاير من التوب هنا لغاية الليفل داون هنا؟ يعني انا مثلا قلت لك الارتفاع من هنا لغاية هنا 1000 متر، هتقولي مستر طب ما هو هو نفس ارتفاع الجبل، يبقى هو هو نفس الفكرة. يعني انت لو قدرت تحدد الديفرنس بين الهايت هنا للهايت هنا هو هو نفس الهايت بتاع الماونت. طب ده انت بتستخدم مين؟ اير. يعني كان يا شباب بصوا هستخدم الاير كأنه دلالة لي، يعني الارتفاع بتاع الهواء اللي انت هتقدر تحسبه هو هو ارتفاع الجبل. طب هجيبه ازاي؟ هقول لك سنس ان انا دلتا بي بتاعت الاير فرق البريشر بتاع الاير هو ايكوال الدلتا بي بتاعت الميركوري بارومتر. واحدة واحدة معايا. طب الدلتا بي بتاعت الاير اللي هو يساوي ايه؟ رو جي اتش للاير، يعني رو للاير في جي في الاتش بتاعت الاير ايكوال دلتا بي بتاعت الميركوري، هقول رو جي في الدلتا اتش بتاعت مين؟ الميركوري. واحدة واحدة شباب.
هشيل جي مع الجي، هيتبالك هنا رو بتاعت الاير تايمز الاتش بتاعت الاير. خلي بالك ان هي الاير دي هو اللي انا اقصد بها الماونت، ايكوال الرو بتاعت الميركري تايمز الدلتا اتش. الدلتا اتش انت قست الميركري بارمتر ده كام مره؟ مرتين، مره في البوتوم مره في التوب، يبقى الديفرنس اللي بينهم هو ده الدلتا اتش. مين اللي هيبقى اعلى؟ لازم لازم كده غصب عنك كده ان الاتش 1 تبقى اعلى من الاتش 2 لازم. فعشان كده بقول الدلتا اتش هتساوي مين؟ تايمز الاتش 1 دي الاتش 1 اللي هي ات ذا بوتوم ماينس الاتش 2 اللي هي لازم تبقى ات ذا توب الهايت بتاعك. تفرق جدا يا شباب على اخد الجريتر ماينس سمولر. في الحاله دي معاك الرو اير، معايا الاتش بتاعت الاير اللي هو الاتش بتاعت الماونتن هو ده اللي انت المفروض تحسبه، معاك الرو بتاع الدنس بتاعت الميركري معاك، الهايت بتاع الميركري في البوتوم معاك، الهايت بتاع الميركري في التوب معاك، كل ده معاك. تقدر تحدد مين الهايت بتاع الماونتن بتاعنا.